طب يا باشا احنا مش عايزين نفوت مومنت. انت دي الميه بتاعتك؟ انا مش همشي بيها يعني. بس تعلم من حضرتك كتير ربنا يكرمك والله بجد واستمر ربنا يخليك انك ترجع تلعب تاني لو النصيب بقى كاتب احسن ان شاء الله حبيبي ربنا يكرمك بالظبط معرفه كده. السلام عليكم. كده قبل ما نمشي عشان ايه تمام حبيبي ربنا يخليك بالظبط كده. استنى بقى ايوه حاجه جديده يا جماعه والله الدنيا دي بس يا صح يا عم فاهم بس
هصوره مش هتصوره. حبيبي ربنا يكرمك لسه ما جالي اقسم بالله جبت الكوبايات والله 300. لا انا جبته صغير لما اتصورت عليه. وانا اجيب ايه تاني؟ لا لك اسم بلاتينا. بص بص عامل ازاي؟ عايز بولك بولك ولا بولك؟ معاش معاش احنا اتقابلنا في مكان مش اي حركه.
ده فيديو يلا طيب يلا يلا طيب اذا سمحت اوكي ايه مين سلام يا شباب اهلا بيكم الحمد لله كويس لا والله طيب ازيك اهلا بيك يا ريس صورني مقطع ثانيه صح صح بس you have to do the same thing حبيبي ربنا بسرعة طيب وانا ماشي وانا ماشي يلا يا جماعه بسرعة بسرعة كويك طيب والله مش عايزين احنا عشا دورة
احنا هنتفرج على الفيديو بتاعه، بس انا وقفت عند صوره واحده هي بقت الترند اليومين دول للدره على الفيسبوك، وهو مسافر وزمايله بيودعوه الصوره، وهو مسافر والصوره وهما بيستقبلوه بعد 12 سنه غياب. الصوره دي قد ايه فعلا جميله جدا، والاشخاص هي هي، والصداقه هي هي. مصر ام الدنيا، مصر فيها الدفء والحنان، مصر فيها العظمه، مصر فيها محمود الدرة. معلش سامحوني يا جماعه، اضطريت انهي الحلقه عشان اللقطه اللي جايه كان فيها مزيكا، فانتوا عارفين يوتيوب ساعات بيعمل حجز على الحاجات دي، فلازم اعمل لها اديتنج. بس هي الحلقه الجايه هي السبيتش بتاعتي، اللقطه بتاعتي اللي جيت اعملها في بطوله الكيو سكواد، ودي هتبقى اللحظه الذهبيه الثالثه. فاعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الحلقه الجايه. ويا جماعه الخصم لغرض المستر اولمبيا اماتشر في مصر شغال دلوقتي من 250 الى 170 دولار. سايب لكم اللينك تحت في المربع بتاع محتوى الفيديو، وسايب لكم اللينك في الكومنتات. العرض ده هسيبه كده كام يوم لغايه ما البطوله تخلص ان شاء الله. لو عايز اي استفسارات او تفاصيل عنه ياريت تبعت لي على الانستجرام بتاعي اهو، او تروح على الموقع وهتلاقي اصلا معظم اسئلتك مترد عليها. ولو انت دي اول مرة تعرف عن البروجرام، فهو برنامج مخصص انا بعمله، بيكون مكون من برنامج دايت، برنامج تمرين، برنامج مكملات، وفي الاسبوع السادس بيبقى فيه متابعة مجانا عشان انا والتيم بتاعي نتأكد ان انت ماشي على الطريق الصح، ولو في اي تعديلات محتاجها احنا هنظبط لك كل حاجة بدون اي دفع فور فري، عشان اتاكد نهايه ال 12 اسبوع تبقى انت مبسوط. وطبعا لما يجي لك البروجرام في طبعا نظام وسيستم، وعندي تيم بتاعي هنرد على الاسئله بتاعتك وهناخد بالنا منك كويس. بس انا عايز اسالك سؤال، انت عارف الناس دي بتحييك ليه وبيحبوك ليه؟